ينضم إلينا من موسكو عبر سكايب دكتور محمود الأفندي، الباحث في الشؤون الروسية والعلاقات الدولية. دكتور محمود، ما أهمية هذه الزيارة في هذا التوقيت؟ أول شيء سعد مساك سيدي الكريم والأخوة المشاهدين. طبعا هذه الزيارة برأيي جدا كانت مهمة، وخصوصا بعد اعتراف الرئيس الجزائري رسميا أن الضغوطات اللي كانت هائلة جدا، يعني كثير كانت الضغوطات على الرئيس الجزائري بعدم الذهاب إلى روسيا وتقوية العلاقات في روسيا. يعني ونعلم جيدا الولايات المتحدة الأمريكية أطلقت شعار من حوالي أسبوعين، أنا استبدأ بالضغوط على الدول التي لم تطبق العقوبات، أو الدول المحايدة تسميها روسيا، أو الدول الصديقة التي تسميها روسيا أيضا. لذلك الضغط الدولي على كل دول العالم، وخصوصا الدول التي لم تطبق العقوبات، بدأ يزداد فيزداد. فلذلك أعطى الرئيس الجزائري أنه يعني استبدل زيارة فرنسا بزيارة روسيا، هذا أمر مهم جدا. نعم. يعني هو رمى نفسه في الملعب الروسي، يعني قال عدة أمور مهمة. أول شيء سمى الرئيس الروسي بالصديق، هذا أمر مهم جدا في السياسة. الأمر الآخر قال أن نحن نريد الخروج عن هيمنة الدولار الأمريكي، يعني يريد الانضمام للبريكس، ويتوسط روسيا في ذلك الموضوع. وأعتقد أن اجتماع جنوب أفريقيا القادم بريكس يمكن أن ينضم الجزائر رسميا إلى هذه المنظومة. بالإضافة نعلم جيدا أن هناك بعض وجود وزير الدفاع الجزائري بالإضافة لوزير الدفاع الروسي في اللقاء. حسب المعلومات تعلم أن الجزائر تملك أكبر قوة جوية في إفريقيا من الطائرات الروسية، الآن تريد أن تأخذ طيارات سو 57 الحديثة من الجيل الخامس. بالإضافة أن تريد أيضا صواريخ متوسط المدى. نعلم جيدا أن الجزائر الدولة الوحيدة في العالم ما عدا بيلاروسيا تملك صواريخ باليستية اسكندر المشهورة الروسية. يعني كل هذا يعني أن الرئيس طبون قرر أن يذهب إلى حضن روسيا ويطبق نفس يعني يطبق نفس الصداقة الروسية، لأنه يريد أن يصبح دولة رائدة في أفريقيا. هذا أمر مهم جدا، لديه الفرصة الآن في عالم متعدد الخطاب. لذلك رأينا كل هذا الغزل بين الرئيسين، وخصوصا أن موسكو بافتتاح أول مرة هناك ساحة باسم عبد القادر الجزائري في هذا الوقت بالذات. يعني تبون أعطى رسالة واضحة للغرب أن لا تضغطوا عليه أكثر، فأنا في حضن روسيا الآن. هذا أمر مهم جدا. طيب، ما هي مجالات التعاون التي يمكن أن يتم تطويرها، خاصة ما تملكه الجزائر من موارد طبيعية إن كان في الغاز، والذي يصدر معظمه إلى الدول الأوروبية، في حين أيضا أن روسيا لديها نفس هذه الموارد؟ طبعا يعني اذا نظرنا حتى الجزائر بتوريدها للغاز هي شركات روسيه، غاز بروم وشركات روسيه اخرى هي اللي تستخرج الغاز. يعني بهذا الوقت دعا الرئيس طبون الى رجال اعمال الروس والشركات الغازيه للاستثمار، يعني للترقيب عن الغاز في الجزائر. يعني هذا يعني ان الجزائر بالاضافه انها في شريك روسيا في مجموعه اوبك بلس تريد ان تصبح شريك في الغاز في مجموعه البريكس. يعني هذا الكلام أن مصادر الغاز في تقريبا التي تحتاجها أوروبا ستكون غير الولايات المتحدة الأمريكية، وتكلموا عن النرويج، ستكون تحت هيمنة روسيا. يعني التعامل سيكون في العملات المحلية، هذا أمر مهم جدا. لذلك نرى جيدا أن الغاز حتى الذي يذهب الجزائر الآن سيصبح تحت ما يسمى شراكة روسية جزائرية، هذا أمر مهم جدا بالنسبة للجزائر، لأن بهذا الوقت تستطيع أن تحافظ على السعر في نفس الوقت وتخرج ما يسمى من الشروط. يعني نعلم جيدا أوروبا لما تشتري أي شيء أو تفرض شروطها قبل، يعني إذا تريد أن تشتري الغاز من الجزائر تفرض عليها بعض الشروط للتنازل أو ما يسمى تطبيق العقوبات. يعني أي دولة حتى يعني خلينا نكون واقعيين، أي دولة تدخل اتحاد أوروبي يجب أن تغلق بعض المصانع بعض المعامل لا تنتج ذلك. ذلك كل العقود الأوروبية هو سيستم الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية تفرض شروطها في أي عقد تجاري. لذلك طبون يريد أن يكون يعني الرئيس طبون يريد أن يكون الجهة العليا في العقود، يعني دائما لا يريد أي من الطرف الآخر أي فرض شروط عليه. لذلك شراكته مع روسيا والتنقيب الغاز الروسي هذا يعطي رسائل كبيرة للغرب أنه يجب يعني في حال أبرموا العقود لا يشترطوا على الجزائر أي شرط معين، بالإضافة حتى لا يضغطوا عليه بعلاقته مع روسيا. أنا جيدا يعني خلينا نكون واقعيين، الجزائر هي حليف تاريخي لروسيا الاتحادية حتى إلى الإمبراطورية الروسية والاتحاد السوفيتي. نعم. يعني هي الدولتين في العالم الوحيدين
التي كانت علاقاته مستقرة منذ إنشاء الدولتين. يعني دائما بنلاقي هذا المثال الوحيد في العالم يمكن أن نرى بين دولتين ليس هناك أي خلاف في خلال العلاقات. لذلك كانت ضغوط هائلة على الجزائر، هذا أمر مهم جدا. الرئيس تبون اليوم أوضح كل النقاط، وضع النقاط على الحروف ووجه رسائل إن كان للفرنسيين، حتى يعني حتى أنا بالمؤتمر الصحفي كان في نقطة متميزة، يعني ذكر الرئيس تبون أن روسيا ساعدت بإزالة الألغام بوضع الاحتلال الفرنسي، وطالب أيضا الرئيس بوتين بإزالة المتخلفات النووية التي عن طريق تجارب نووية التي عملت فيها فرنسا في أثناء الاحتلال. هذا أمر مهم جدا، يعني هنا يعطي رسائل خفية الرئيس تبون، كان رسائل يوم جدا قوية في للجانب الغربي، الطرف الغربي عفوا. دكتور محمود الأفندي الباحث في الشؤون الروسية والعلاقات الدولية، كنت معنا من موسكو، شكرا لك.